خلينا نتكلم على نظرية استثمارية. لا يوجد شيء آمن بشكل مطلق، حتى النقد الذي بيدك. اليوم أنت لو قلت أنا بجمع فلوسي وماني حاطها في البنك، أخاف عليها، حتى البنوك قامت تفلس، حتى البنوك قامت تتسكر، أنا خاف. حتى لو كان هذا النقد بيدك وحطيته بالتجوري في البيت، فإن قيمته متناقصة بسبب التضخم. هذا واحد. لا يوجد استثمار على وجه الكرة الأرضية آمن بشكل مطلق، فلا يجب أن تؤمن بهذه القاعدة، ولكن التمايز والمقارنة يجب أن تكون عن الأكثر أمانا وليس ذو الأمان المطلق. اليوم أنت العقار البريطاني مقارنة ببقية الأصول يعتبر من أفضل إن لم يكن ثلاث أو أربع أصول في العالم، أصول استثمارية. يعني تقارن مثلا بسندات الخزينة الأمريكية التي تعتبر من أقوى الأصول الاستثمارية في العالم، تقارن في الذهب الذي يعتبر من أقوى الأصول الاستثمارية. أنا أضع العقار البريطاني في مصاف أكبر وأقوى الأصول الاستثمارية من ناحية المحافظة على رأس المال، وهذا العام هذا المعيار المهم. ولكن بعد 2008 المؤسسات المالية العالمية أخذت قرارات تحمي النظام المالي، لأن سقوط النظام المالي هو سقوط الاقتصاد. في 2008 سقط النظام المالي، سقطت البنوك، اللي انهار البنوك هي التي انهارت. وعندما تنهار البنوك تنهار أموال الناس وتنهار أموال الدول، فيصير في كارثة اقتصادية. بعد 2008 وضعت معايير هي مثل البفر زون أو عوامل صمامات الأمان التي تحمي البنوك، مصدات. فالبنك اليوم عشان يقرضك حاط مليون عامل أمان عشان يحمي نفسه من أن ينكشف على أصول ضعيفة، وبالتالي يؤثر ذلك على البنك. من ذلك من ضمن المعايير أنه ما يقرضك بنسبة 90% أو بنسبة 100%. اليوم الحد الأقصى إذا كنت أنت كواليفاي ومؤهل وفقا لمعايير كثيرة تطبق عليك راح يعطيك 70%، فهو عنده مصدة بنسبة 30%. يعني لو نزل العقار نسبة 30% البنك ما يزال آمن، لأنه ما زال محافظ على المال اللي ضخه، فهو عنده مصدات تحميه، بالإضافة إلى أنه يطلب ضمانات أخرى على المقترض نفسه. فهذا المقترض هل هو مقتدر ولا لا؟ خلصنا، هي على العقار نفسه ومنطقة العقار. الآن بعض البنوك البريطانية لم يكن أغلبها ما تمول إلا في لندن، بل أن بعض البنوك البريطانية ما تمول إلا بزون 1 في لندن، لأنه يرى أن زون 1 هو الأكثر أماناً.